السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي انا زوجي يعني يعتبر كنا في اول جوازنا كده، كون بيهزر وكده واحنا كنا لسه صغيرين يعتبر، فقال لي انت طالق، وبعد كده ان انا كنت بهزر. تمام، ما في هزار هنا، الطلاق محسوب محسوبة. بعدها بفترة أو بكذا سنة حصل بينا مشكلة وقال لي أنت عايزة إيه؟ فبصراحة قلت له خلاص كل واحد فينا يروح لحاله. فقال لي إيه؟ هو أنا يعني مش راجل، طب أنت إيه؟ طالق. طيب سنين وبعد؟ امبارح بقى افتكرت أنا حاجة أنا مش عارفة كنت ناسيها بقالي فترة كبيرة، إن إحنا كنا ماشيين في مرة في الشارع فالهوا طير مني النقاب، يعني مش طار قوي يعني بس اترفع. فقال لي لو حصلت تاني النقاب اترفع كده تبقي طالق. تمام، فالنقاب اللي حصل كده امبارح مني، فانا افتكرت يعني الموضوع بقاله سنين كتيرة بس انا افتكرت امبارح. لا يرجع فيه، ممكن يكفي الكفارة يمين لان الطلاق معلق ورغما عنك. تمام. يعني كده بيجي بقى طلقة تطليقتان. حسبت تطليقتان والاخرى كفارة يمين، واذا قال لك انت طالق لن تحلي له حتى تنكح زوجا غيره.